وبالنسبه برضو للبوفيهات هتبقى شغاله برضو في رمضان ان شاء الله، يعني لاي حد عنده مناسبه، اي حد عنده احتفال، ايا كان وات ايفر السبب، عندنا بوفيهات خارجيه برضو هتشتغل في رمضان. لو انتوا عاوزين يتعمل لكم اوبن بوفيه مثلا، يعني مجموعه جروب عاوز اوبن بوفيه في المطعم سبيشال، مش هيبقى اوبن بوفيه خاص بالمطعم، لا يعني حضرتك مثلا لو انت عايز اوبن بوفيه او حضرتك عاوز اوبن بوفيه في المطعم، نقدر نوفر لكم دوت برضو. يعني تقدروا تقول لي مثلا عاوزين بوفيه ل 10 اشخاص، ل 15، ل 20، ل 100، ل 200، وزي ما انتوا عاوزين نقدر نوفر لكم ده في المطعم. عاوزين على الطلب، اوكي، كل حاجه موجوده عندنا في رمضان وكل الافكار. ويا ريت لو حد عنده فكره جديده حلوه في رمضان برضو عاوز يضيفها لنا، عاوز يقترحها علينا، احنا على استعداد تام جدا، بنشتغل على اي اضافات جديده، او اي حد عنده فكره جديده عاوز يضيفها عادي، مفيش مشكله جدا، وتحت امركم، وتشرفونا في اي وقت، ومرحب بكم في مطعم علي بابا في اي وقت وكل عام. وبالنسبه برضو للبوفيهات هتبقى شغاله برضو في رمضان ان شاء الله، يعني لاي حد عنده مناسبه، اي حد عنده احتفال، ايا كان وات ايفر السبب، عندنا بوفيهات خارجيه برضو هتشتغل في رمضان. لو انتوا عاوزين يتعمل لكم اوبن بوفيه مثلا، يعني مجموعه جروب عاوز اوبن بوفيه في المطعم سبيشال، مش هيبقى اوبن بوفيه خاص بالمطعم، لا يعني حضرتك مثلا لو انت عايز اوبن بوفيه او حضرتك عاوز اوبن بوفيه في المطعم، نقدر نوفر لكم دوت برضو. يعني تقدروا تقول لي مثلا عاوزين بوفيه ل 10 اشخاص، ل 15، ل 20، ل 100، ل 200، وزي ما انتوا عاوزين نقدر نوفر لكم ده في المطعم. عاوزين على الطلب، اوكي، كل حاجه موجوده عندنا في رمضان وكل الافكار. ويا ريت لو حد عنده فكره جديده حلوه في رمضان برضو عاوز يضيفها لنا، عاوز يقترحها علينا، احنا على استعداد تام جدا، بنشتغل على اي اضافات جديده، او اي حد عنده فكره جديده عاوز يضيفها عادي، مفيش مشكله جدا، وتحت امركم، وتشرفونا في اي وقت، ومرحب بكم في مطعم علي بابا في اي وقت وكل عام. كل عام وانتم بخير، وسنه سعيده عليكم جميعا ان شاء الله يا رب العالمين، ورمضان كريم على الجميع، وكل عام وانتم بخير. انا بس حبيت اديكم فكره عن البلان او عن الخطه بتاعت رمضان ان شاء الله. هيبقى عندنا الحمد لله يا رب العالمين على استعداد كام، على استعداد تام ان احنا نستقبل من فرد ال 100 ل 200 شخص. الحمد لله مساحه المطعم عندنا ما شاء الله كبيره، ونقدر نعمل جروبات فطار، جروبات سحور، كله هيبقى متوفر عندنا ان شاء الله يا رب العالمين في رمضان. ان شاء الله يا رب العالمين في وجبات خاصه برده هتبقى خاصه بالفطور ان شاء الله يا رب العالمين، وهنزل لكم كل التفاصيل ان شاء الله على السوشيال ميديا الخاصه بالمطعم ان شاء الله، زي انستغرام، زي سناب شات، على السوشيال ميديا كلها عامه ان شاء الله يا رب العالمين. هنزل لكم كل التفاصيل وهنوضح لكم كل حاجه فيها ان شاء الله. وكل عام وانتم بخير، وحبيت انوه بس